مشاهدي قناة التغيير الفضائية، أهلا بكم أينما كنتم. الأمسيات الرمضانية في محافظة البصرة تختلف عن الأماكن الأخرى، فكل مواطن هنا يختار مكانا ليذهب إليه بعد الإفطار. خليكم ويانا، وهذا اليوم جولة في أهم الزوايا السياحية في البصرة. مستمرين معكم أحبتي المتابعين، وداخل محافظة البصرة قلنا بعد الإفطار الأوقات مميزة جميلة مختلفة، نلتقي مع الأشخاص الناجحين، مع أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعني أصروا على تقديم كل ما هو جميل لمحافظة البصرة. اسم حضرتك؟ محمد. محمد مرحبا. مرحبا كذا. ذب الكمامة خلي أسولف وياك. خلي الكمامة أفضل للمطعم والتزام. أوكي. طبعا نشكركم على هذا الالتزام. محمد، سولفنا يعني ببداية الحلقة عن أنه الأمسيات بعد الإفطار في البصرة مميزة. نتحدث عن قصة تميز خاصة بحضرتك. أنا اليوم أختار الأشياء المميزة وأنت واحد من المميزين. شنو هي هوايتك خارج العمل؟ وهذا العمل الحالي اللي هو تحضير الكيك والعصائر والأنواع يعني المشروبات الساخنة، كيف بدأت؟ يعني أولاً رمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع العراقيين إن شاء الله. أنا بداية مصور، هوايتي التصوير، طموحي واصل للكثير، وعندنا مؤسسة صغيرة اسمها المدرسة الفوتوغرافية، يعني مهتم بجانب المصورين المبتدئين، يعني نضمهم ونعطيهم الدورات ونعلمهم نوصلهم لحد ذات. وعندنا أفرع موجودة حاليا بذي قار وميسان، هذه بغداد. يعني بمعرض حديثنا هذه مؤسسة ذاتية هاي لو ممولة؟ لا مو ممولة، بجهودنا احنا شبابية. جهودكم إذن أمامك، يعني آسف أقطع حديثك وأمام المشاهدين، الحلقة المقبلة تكون عن المدرسة الفوتوغرافية، وهذا وعد نقطع أمامك. شكرا لك استاذ، حياكم الله. نعم نكمل بعد التصوير الهواية. اليوم محمد شنو يعمل؟ أنا عمل هنا كابتن صالة. كابتن صالة، كيف بدأ هذا المشروع الصغير وكيف طورت هذا المشروع وشنو اللي قدمه هذا المشروع؟ أنا بداية هنا اشتغلت كويتر، يعني مقدم للصالة، مقدم الطعام. بعد ذلك شوية بإنجازات تعب صعدت شوي. نعم. إذن إنه نقول ستيب باي ستيب، إنه وصل للمكان، وصل للمكان اللي يريده لو بعد. لا، هذا الحمد لله والشكر، وصلت للمكان اللي أريده وأقدم اللي أريده وعندي الزبائن. نعم. المميزين. هذا بالعمل في التصوير الفوتوغرافي تطمح للأعلى؟ إن شاء الله أطمح للكثير. ما هو الطموح؟ طموح يعني الوصول إلى العالمية وأبراز البصرة بأكثر شيء، يعني بشيء متطور أكثر. إن شاء الله. نبقى وياك، واتفقنا أنه الأسبوع المقبل هو يكون فوتوغراف عن المدرسة الفوتوغرافية، لكن الآن راح نبقى وياك ومع المشاهدين، واريد نشوف طبق مميز يتم تحضيره. تدلل منو راح ياكله؟ انا انت موجود. خليكم يعني احبتي المتابعين، وطبق مميز داخل المشروع الصغير اللي قام بانشائه محمد، ابقوا معنا. انتهيتوا من تحضير طبق، انه شنو هذا الطبق؟ شنو اسمه هذا الطبق؟ يسمونه لفائف الفستق مع النوتيلا. نعم. هذا ناتج عن المطعم تشمني كيك، وتشمني كيك وكاله المانيه قديمه، سميت بالتشمني يعني المحرقه القديمه. طيب. محرقه تشمني. نعم. هاي لفائف تتكون من العجينه، فيها شغلات مثلا بيض، الحليب، الدهن. تمام. الادوات ما نستخدمها؟ المقص. مقص. نعم. وبعد شنو؟ المكونات كتلري، سكين، تفر. مقص. هذا المقص يقصون به اللفاف. تمام. قصها بالمقص. ظليت مطق او بعد لا؟ يعني هذه الطريقة. يطلبوا ياها الزبون قهوة أو بعض الأحيان يطلبوا ياها أكثر شيء عصير. آه
عصير برتقال. زين، اذا الزبون ترك لك الخيار قال لك اطلب على ذوقك، شنو تنزل له مشروب ويا الفاكهه؟ انا اذا افضل يعني اكثر شيء الموهيتو. اوكي. طيب وياها بعدين من يخلصها انطي قهوه. قهوه. انا اشكر حضرتك واتمنى كل الشباب يسيرون على ما يعني فعلته انت، ويكون النجاح خطوات وتدريجيا، وان شاء الله نلتقيكم مثل ما وعدناكم الاسبوع المقبل في المدرسه الفوتوغرافيه. استاذ حياكم الله، واهلا وسهلا لكم وللقناه، وشكرا لكم. مستمرين معكم أحبتي المتابعين والأمسيات الرمضانية في محافظة البصرة، وذكرت لكم بأنها مميزة بجهود شباب البصرة. بعد أن غادرنا محمد وغادرنا قصة نجاحة والتي هي مثال لبقية الشباب، صادفنا في كورنيش السياب قصة نجاح أخرى، لكن هذه المرة ليست لشاب واحد وإنما لمجموعة شباب، هم شباب البصرة التطوعي الثقافي. ما الذي قدموه؟ ما هو نشاطهم خلال رمضان؟ ما هي أنشطتهم قبل وبعد رمضان؟ نتعرف على هذا من خلال هذا اللقاء وهذا الحوار معه. مساء الخير. مساء الخير أستاذ العزيز. أهلا وسهلا مشاهد باسم حضرتك والصفة. نعم، أنا مسلم جبار، مؤسس فريق شباب البصرة الثقافي. عمل هذا الفريق هو تطوعي. نعم. مساعدات إنسانية، أعمال خيرية بمختلف أنواعها. نعم، اليوم فتحنا مكتبة قرب السياب، اتجهنا أو استهدفنا الشباب. نعم. اليوم تلاحظ جيل الألفين، جيل التسعين، خصوصا هاي الفترة اتجه لقراءة الكتب، فالكتاب اليوم جدا مفيد، معلومات عامة، معلومات ثقافية. نعم. قبل أن نتحدث عن الكتاب اليوم صديقي العزيز، نتحدث عن المجموعة الشبابية. نعم. كيف تكونت؟ متى تشكلت؟ في أي عام؟ نعم. شكلت فريق شباب البصرة الثقافي تقريبا قبل سنة. احنا انبثقنا من تشرين، نقول 2020. نعم. 2020 احنا انبثقنا من تشرين. نعم. خلال التظاهرات. نعم. خلال ثورة تشرين. نعم. ثورة تشرين ولدت كثير من الشباب اتجهت. طيب. فكريا من بعد تشرين. انا اعتقد هذه المرحلة مرحلة التنظيم ومرحلة الفكر. اليوم احنا مرينا بكثير من الامور العشوائية، من تهديدات، من كثير الأمور، والآن مرحلة الوعي، مرحلة الفكر. طبعا للتوضيح، المكتبة تحمل فكر حسين المدني وسارة رحمهم الله. نعم. تجسيدا لأرواحهم الطاهرة. نعم. لهم ولكل شهداء الثورة ولكل شهداء العراق. بعد أن تشكل الفريق، أول نشاط قمت به؟ نعم. أين كان وما هي طبيعة أول نشاط؟ نعم، أول نشاط أن نزلنا للشارع البصري مدة شهرين توعية للبطاقة البيومترية. نزلنا توعية. اليوم احنا البطاقة البيومترية اعتمدت طبعا وصادقوا عليها، فنزلنا نوعي هذا الشارع. طيب. البطاقة طبعا أول خطوة وأول مبادرة عندنا كانت. نعم. يعني أنا بصراحة هذا الكلام يا مسلم هو مو فقط يفرحني، يفرح كل مواطن عراقي شريف، أنه اليوم لما يرى الشباب بهذا الوعي بهذا المنطلق يطمئن على مستقبل البلد. نعم صحيح. نعم. اليوم أنا باعتقادي أنه مو فقط فريق شباب البصرة الثقافي يمتلكون الوعي، لا. طيب. باعتقادي أنه كثير من الشباب بس يحتاجون التوجيه، يحتاجون التنظيم. نعم. فقط يجي شخص يوجههم. كثير طاقات عندنا بالبصرة بكل العراق. نعم، احنا مقبلين على فتح أفرقة بجميع المحافظات. نعم. بغداد، الفرق في جميع المحافظات. نعم، إن شاء الله بالمستقبل. طيب. أبقى أنا أتحدث اليوم عن هذه الخطوة وعن هذه المبادرات يا مسلم، بعد جولتكم في الأسواق واللي شاهدناها والخاصة بحث المواطنين على تحديث البطاقة البيومترية، نقدر نقول هذا ثاني نشاط يقام أو أكو قبل أنشطة؟ طبعا قبل كثير من الأنشطة. طبعا نزلنا وزعنا مواد غذائية للقوات الأمنية، وأيضا رحنا المستشفى الطفل كذلك. بس أكثر مبادرة اليوم هي ركزنا عليها البطاقة التوعية البايومترية، أو من نزلنا توعية البطاقة البايومترية عفوا. شفنا هواي شباب متقبلين هاي الفكرة، وتعامل جدا من الشارع البصري
يعني تخيل انه يلاحظون طلاب جامعات ومعاهد تنزل توعي للبطاقه البايومتريه بعدين فقدت العمليه السياسيه ثقه بالشارع. احنا حاولنا بطرقنا بمشاريعنا حاولنا نرجع هاي الثقه للعمليه السياسيه. نعم واضح جدا. اليوم اذا دخلنا بنشاطكم خلال شهر رمضان المبارك نقدر نقول لمسلم انه رمضان البصره خصوصا بعد الافطار يختلف عن رمضان في بقيه الاماكن يكون مميز؟ نعم انا باعتقادي نعم. شو يتميز؟ نعم باعتقادي من وجهه نظري ان اليوم البصره تحتاج الى منافذ للشباب. اليوم المنفذ الرئيسي هو الكورنيش، الكورنيش تم تطويره. طيب. انا باعتقادي ان البصره هواي بيها مشاريع. يعني والشباب اليوم تريد تطلع تريد تمشي، فاليوم الكورنيش احنا استهدفنا الكورنيش انا قبل فتره حكيت ان الكورنيش يجونا شباب اللي 90 2000. فاليوم منتجي اللي هنا شوف شخص يجي للكورنيش يجي يقرا له كتاب، هذا جدا حلو جدا ايجابي. اذا يمكن القول بانه اساس نشاط تجمعكم الشبابي التطوعي الثقافي هو بناء مجتمع. المستقل هو احنا نتحدث اهم شيء انه التجمع مستقل بعيد عن اي شخصيه سياسيه. نعم اكيد احنا اليوم هدفنا هو العراق وبناء مجتمع جديد. احنا شباب طلاب جامعات طلاب معاهد. نعم طبيعة النشاط نرجع لي النشاط هو أساسا للقراءة. نعم. صح؟ أنه اليوم أنت تريد تستهدف الشباب اللي موجودين على ضفاف شط العرب. نعم طبعا أكو الاطلاع الكتاب اليوم يخلي فد مستمسك مثل جنسية يطلع على الكتاب لحد 12 وأكو استعارة. طيب. الاستعارة يقدر يأخذ الكتاب ويا للبيت يبقى فد مدة زمنية أسبوع أسبوعين. طيب. هم يخلي مستمسك أو مبلغ من المال. طيب. للتأمين مقابل استعارة الكتاب. نعم مقابل استعارة باعتبارها مكتبة مجانية. زين مسلم كيف شاهدتوا الإقبال على هذه الخطوة بصراحة؟ والله جدا إيجابي والشباب قلت لك أنا بهاي الفترة انتشروا قراءة الكتب. نعم. كثير إقبال يعني صراحة يعني. طيب تنصحوهم على أنه وإن لم يكن مع الشاب كتاب يتجه لقراءة الكتب الإلكترونية، يعني القصد هذا النشاط أيضا يعني تقومون بتوجيه الشباب بالنصيحة أم فقط استعارة الكتب؟ نعم أنا باعتقادي أنه الموبايل انه شباب تستخدمه لغير اشياء. تمام اليوم الموبايل نزل به برنامج القراءه او القراءه الالكترونيه. نعم. انا اتمنى من الشباب يعني من خلال قناتكم الكريمه انه يتجهون لقراءه الكتب صراحه يعني، وهذا الشيء جدا ايجابي. معلومات عامه معلومات ثقافيه انت باكر عقبه من تطلع يعني يم مكان من تحكي بمواضيع كثيره مطلع عليها يعني صراحه، وهذا الشيء جدا ايجابي. واضح جدا. إضافة إلى الاستعارة واستعارة الكتب والقراءة ماذا يوجد في هذا النشاط؟ طبعا هنالك نشاط يومي ونشاط أسبوعي. نشاط اليومي احنا نزلنا أكثر من مرة ميدانيا توعية للكتاب من خلال جوائز نقيمها كتاب هدية نعطي للشخص مثلا نسأله أسئلة عامة من هو عميد الأدب العربي طه حسين إذا جاوبه نعطي كتاب هدية. واضح. أي وكذلك نزلنا مبادرات كثيرة يعني يوم أمس كان مبادرة مكافحة المخدرات. تمام نزلنا هم أكثر من مرة وزعنا قصاصات أكثر من مرة. إذن يمكن القول هناك أنشطة مختلفة. نعم. للشباب البصرة التطوع الثقافي ليس فقط استعارة الكتب. نعم نعم وإحنا لا ننسى الهدف هو بناء مجتمع جديد. مجتمعنا بنى على يعني أنا باعتقادي أنه مجتمعنا بنى على شيء مترخ مجتمعنا يعني تقدر. نعم. تقول على طابع ما ينسي. فاحنا نحاول وهو ان اليوم اكو يعني طابع ببهاتنا. نعم. طابع من التخوف. نعم. نعم طابع من التخوف يعني اليوم اكو فد عادات موجوده بالبيت جدا صعب الشاب انه يقدر يسويهن. تمام فاحنا اليوم نبني هذا الشاب نحاول ان نوعي هذا الشاب انه اليوم اكو فد مصطلح جدا انا اعتبره مهم انه ان يكفي الحريه يعني الحريه. نعم. طيب يا مسلم تعرف انه انا اليوم اكيد المشاهد لما يتابع هذا اللقاء وانا اجري هذا اللقاء انا اليوم مبتسم
لأنه أشوف هيك أكو شباب بمحافظة البصرة أو هيك الشاب أو الشباب عراقي واعي هدفه هو الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري للشارع العراقي. نعم يعني أستاذ مو بس يعني موجودة هاي الشباب الفريق شباب البصرة الثقافي، كثير من الشباب موجودة باعتقادي. كثير كثير فوق ما تتخيل، ولكن الطابع الأمني الموجود بالمحافظة البصرة هو السبب اللي ما جاي يخلي الشباب تشتغل صراحة. يعني كثير من الشباب جاي تعمل على هذا الموضوع، كثير من الشباب جاي توعي لهذا المجتمع، جاي تقصر جهودها على متوعي هذا المجتمع. نرجع يا مسلم إلى موضوع مبادرتكم يوم أمس، هي يعني التوعية من مخاطر المخدرات، والكل يعرف أنه محافظة البصرة المتضرر الأكثر، ويعني بموضوع الترويج وتجارة المخدرات. كيف كانت رسالتكم التوعوية يوم أمس؟ شنو ضمنت؟ رسالتنا كانت مو للشخص اللي يتعاطى المخدرات، كان للأبو الشخص، يعني من خلال أنه المراقبة لأولياء الأمور أكيد. يعني اليوم الأب هو صاحب التحكم بالأولاد، يعني اليوم أكثر البيوت الموجودة بمجتمعنا أنه الأب هو صاحب الكلمة. أي فاليوم مسؤولية هذه الأب يعني مو مسؤولية الشخص مهما كان عمره صراحة. يعني واضح جدا. حاليا الأشخاص اللي يقومون بهذا النشاط كم هو عددكم تقريبا؟ احنا عددنا حاليا 30 شخص، وكذلك يعني قلت لك انا انه مستقبلا راح شباب وبنات؟ حاليا بالشباب فقط. شباب فقط شباب. نعم نعم. ومستقبلا راح نفتح افرقه بالمحافظات بغداد وناصريه والحله. كثير من احنا لا ننسى الفضل استاذ، يعني ولا اعقب عنك، احنا لا ننسى الفضل انه اليوم تشرين كل من خرج من تشرين صاحب فضل على كل من عمل بهذا الموضوع، كل من اشتغل او عمل على توعيه هذا الشارع من بذل من قصار جهده. تشرين فكر، وتعرف الفكر لا يموت، واحنا دائما لا يموت. نعم. بالتاكيد. انطلبت أنا اليوم من مسلم، هو شاب تشريني يتحدث بكل ثقة، تحاول أن تطور من يعني ما تشاهده في الشارع البصري، عدة رسائل، فأطلب من حضرتك أن توجه رسالة للشباب. أولا ما هي رسالتك للشباب؟ أولا أنه إحنا اليوم من نعمل ما نعمل باسم تشرين صراحة، ولكن إحنا انبثقنا من تشرين، عملنا ومبادراتنا كشباب. ذكرت باللقاء أولا أنه إحنا مستقلين أكيد هذا الشيء. رسالتي اليوم للشخص الحر اللي موجود بالعراق أن يكون الولاء للعراق فقط لا غير. ولاء العراق هو روح الشخص، هو الإنسانية اللي إحنا قبل لا نطلع للشارع لازم هو العيش بضمير مرتاح. أكيد إحنا اليوم لا نطلع للشارع نوعي للمجتمع العفو إذا ما تكون إنسان بداخلك، لازم نصير إنسان. واضح جدا. رسالتك لحكومة البصرة؟ أتمنى من حكومة البصرة أن تعطي كافة تطل الحرية الكافية لهذه الشباب. يعني اليوم أبسط كسبيل مثال أنه الكورنيش بدأ بمشروع تطور مدة سنة ونص، ونعرف أن اليوم الكورنيش هو المنفذ الرئيسي للشباب، أو المنفذ اللي تتجه له الشباب على مود أنه تتونس تطلع تمشي. يعني اليوم ما هو البديل لهذا؟ هناك كثير من المشاريع في البصرة. يعني كنت تتمنى يكون بمدة أقل؟ نعم أكيد. يعني لماذا هذا الوقت؟ يعني خصوصا برمضان. يعني اليوم البصرة فيها هواي مشاريع، يعني اليوم نواجه عجز كثير من حكومة البصرة صراحة. كشباب أنتم رسالتكم لوزير الشباب والرياضة، الكل يقول يا وزير الشباب والرياضة أنت وزير للشباب والرياضة، الرياضة ليست فقط كرة قدم، ويعني ما هي رسالتكم للسيد الوزير؟ رسالتنا للسيد معالي الوزير أن اليوم أكو قانون اسمه أو ما منفذ اسمه الجهد التطوعي، تمام؟ انه يخلف قانون هذا الجهد. يعني هنالك الى مساحه اكيد. نعم. هنالك كثير من الافرق التطوعيه في البصره ماكو قانون. يعني اليوم التطوع او المتطوع يختلف عن باقي متطوع. شنو هو متطوع؟ يقول لك ماكو قانون يعني صراحه للمتطوع، ماكو فد. يعني احنا اليوم من نزل هنا ما انضميتوا مسلم لفرق الجهد التطوعي في المدينه الرياضيه؟ متواجدين فرق الجهد الطوعي. نعم. أما كان أكو مكان لكم؟
أكيد إحنا مسجلين في أجهزة التطوعي، وكل الفرق في البصرة مسجلة في أجهزة التطوعي، وهنالك أكثر من 50 فريق في أجهزة التطوعي. نعم. بعيد عن العاطفة، اليوم ترى نشاط الجهات الخاصة بالاهتمام بالشباب أدت عملها بشكل صح أم هي فقط مسميات خصوصا المنظمات؟ باعتقادي أنه اليوم المنظمات المجتمع المدني الموجودة، هنالك قلة من المنظمات المجتمع المدني اللي تعمل على توجيه الشباب بشكل صحيح. منظمات المجتمع المدني اختلفت عن قبل، منظمات المجتمع المدني كانت قبل تعمل لمصالح العراق، الآن نرى كثير من منظمات المجتمع المدني تهجد أو تجهد لكثير من الأمور بعيدة عن الشباب العراق وتطوير شباب العراق. فباعتقادي أن اليوم أو رسالة لمنظمات المجتمع المدني أن اليوم تتجه للشاب أو الجيل الألفين اللي انبثق من تشرين، هذا الجيل عظيم، جيل مسامح، جيل متساوي ويا الكل. واضح جدا. نعم. اليوم او الان بهذه الدقائق اعتقد زملائكم يعني بداوا اكملوا نشاطهم. اي اكيد. اي شنو رايك انه ننتقل وياهم؟ ننتقل احبتي المتابعين، ننتقل الى الابطال، الى الشباب، وانا كنت يعني افتخر بانه ارتدي هذا الزي الخاص بالشباب التطوع الثقافي لما يقوموا به من جهود جبارة، من عمل عظيم والعظمة لله للارتقاء بمستوى الشارع البصري فكريا وثقافيا. ابقوا معنا لنلتقي العناصر الأخرى من هذا التجمع الشبابي، خليكم معنا. مستمرين معكم أحبتي المتابعين والهواء النقي هنا على ضفاف شط العرب، والنشاط الشبابي التوعوي، النشاط الفكري، النشاط الثقافي الذي أقاموه الشباب البصرة التطوعي الثقافي. بعد ما تحدثت مع مسلم، الآن الحديث مع السبرق. مساء الخير. مساء النور أستاذ العزيز. رمضان كريم عليكم وعلينا. إذن بركة جهودكم الخيرة على هذا النشاط. نتحدث اليوم عن مستوى الإقبال، أنه أكو إقبال من قبل الشارع البصري، شباب، بنات، عوائل على هذه الفكرة؟ نعم، الإقبال رغم أول أيام الحظر كان حظر، طيب، الإقبال جيد، وبعد انفتاح الحظر أصبح الإقبال أكثر، عوائل وشباب وكذلك سياح من خارج محافظة البصرة من المحافظات الأخرى. نعم. إذن نقول مستوى الإقبال جيد. جيد فوق الجيد. كذا. طيب، أنواع الكتب الموجودة هنا في هذا النشاط؟ الكتب منوعة، يعني كتب دينية، كتب أدبية، روايات، فلسفة، كل أنواع الكتب متوفرة للقارئ. متوفرة. إذن بعيد عن الكتب المنهجية، بعيد عن الكراس، هي كتب منوعة عامة. نعم. مثل أنا أشوف حاليا إن هذا الكتاب أحمد خاص بالشاعر ابن العراق ابن البصرة أحمد مطر. نعم. طيب، هذه نظامها بتكون بنظام الاستعارة أو هناك كتب معروضة للبيع؟ الكتب كلها للاستعارة. الاستعارة تكون كالآتي، أما مبلغ مادي حتى يتم قراءة الكتاب. نعم. أما مستمسك حتى يتم قراءة الكتاب واسترجاعه. واسترجاعه. القراءة تتم يعني في هذا المكان على ضفاف الكورنيش. نعم. أم من بإمكان الشخص أنه يستعير الكتاب للمنزل يعني يعيده في يوم آخر؟ الشخص القصد بنظام الاستعارة، الشخص مخير، أما يجلس هنا يقرأ يطلع اطلاع، أما يأخذ الكتاب معه للمنزل ويقرأ على المايك كاملة ويرجع عنه. طيب، نتحدث اليوم عن التحضير أو الفكرة، فكرة أنه يكون نشاط رمضاني يعني على مدار شهر رمضان المبارك، كيف انطلقت هذه الفكرة؟ هذه الفكرة طبعا ليس بفكرة جديدة، كثير من الفرق التطوعية بادئت بها، لكن نحن خدمنا الوقت والمكان، لأن يعني الشارع البصري ذو شارع خلفية ثقافية. طيب. فاستغن مكان الكورنيش لاستقبال العوائل والشباب حتى يكون هناك ظهور لأكثر عدد من السكان، أكثر عدد من الأشخاص في. نعم. هذا المكان. هذه الأدوات الموجودة حاليا متى يتم التحضير؟ بأي وقت تتواجدون؟ قبل الإفطار، بعد الإفطار؟ لأنه نعرف أنه هذا الموضوع يحتاج إلى التحضير. نتواجد بالثامنة، نحضر من السابعة للثامنة كل شيء يتجهز. طيب. لحد الـ 12 بالليل أو الواحدة ليلا. غير قراءة الكتب، الأنشطة الأخرى كانت هناك في أيام أخرى يعني فعاليات، رسم، موسيقى وما شابه؟ حاليا أكو حملات عن نشر رسمات
وحملات توعية وتوزيع كتب عن طريق أسئلة مثل الحملات التوعية صارت عن القراءة وعن مخاطر المخدرات وحملات توعية أخرى في المستقبل القريب. نشاطات ترفيهية حدثت من أنشطة موسيقية أو فنية؟ قريبا إن شاء الله يوم 15 رمضان محضرين نشاطات كثيرة. يعني كثيرة. أخيرا منو تحب عبر قناة التغيير أنه تقول له رمضان كريم وعيد مبارك مقدما؟ لكل الشعب العراقي رمضان كريم، إن شاء الله عن طريق الوعي والثقافة نستطيع أن نلامس واقعنا ونغير كثير. بجهودكم وبهذا الفكر وبهذا المنطلق إن شاء الله يحصل التغيير إن شاء الله. شكرا لك. شكرا أستاذ عزيز. وكانت هذه أحبتي المشاهدين جانب من الأنشطة الرمضانية في محافظة البصرة قرب تمثال الشاعر العراقي البصري بدر شاكر السياب. تباع كتب الشاعر العراقي الآخر أحمد مطر، وتباع أيضا الكتب الأخرى الخاصة بالمحتوى الفكري والثقافي وتلاقي الإقبال، أو عذرا إن أخطأت هي يعني تتم استعارتها وليس أنه تباع، لكن النشاط الشبيه بهذا النشاط والذي تتم من خلال عملية بيع الكتب هو نشاط شارع الفراهيدي للأدب والكتاب في كل خميس بعد ما كان كل جمعة، وبسبب جائحة كورونا وتعليمات خلية الأزمة تحول إلى يعني أمسيات الخميس، لكن هذا النشاط كما ذكرت لكم استثنائي فكري ثقافي بجهود شباب البصرة، حتى يتجدد اللقاء معكم وزاوية تعليمية زاوية ثقافية أخرى في محافظة البصرة. إلى الملتقى.